المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائل هذا اليوم، والبداية معنا ضيفة النشرة لهذه الأمسية رحمة محمد، أمينة الخزينة بالمجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد، ونتحدث معها حول الأمر رقم 00-12 صادر في 22 من مايو 2018. أهلا ومرحبا بك في هذه النشرة. طيب، في تاريخ 22 من مايو 2018 رئيس الجمهورية وقع على هذا الأمر، يعني باختصار أو بإيجاز، يعني ماذا ما هو الأمر في حد ذاته؟ شكرا سيد خليل. قبل كل شيء نشكر التلفزيون التشادي أعطانا فرصة عشان نجي اليوم ونتكلم عن هذا الأمر، ونقول رمضان كريم لكل المشاهدين. الأمر الأخذه رئيس الجمهورية يوم 22 مايو سنة 2018، هو الأمر ده يخص تساوي، أي تكافؤ بين المرأة والرجل في التعيينات والانتخابات. والأمر ده يعني بيقول التساوي يمشي تدريجيا، حاليا ده نبدو بالكوتا ولا بسموه النسبة. أول شيء نقوله 30% في كل ما في تعيين لازم يكون 30%، ومن ده ترى تدريجيا نمشي في 50%، وفي الانتخابات كمان لازم، يعني إذا كان في ليست يعني في قوائم لازم يكون فوق 30% عن النساء، أو القائمة دي يعني يردوها ما يقبلوها. كلام جميل. إذا ماذا تستفيد المرأة بصفة يعني خاصة من هذا الأمر كمرأة مثلا؟ أنا ما نقول ماذا تستفيد المرأة، لكن ماذا يعني تشاد كل بلدنا تشاد تستفيد من هذا الأمر. عشان أنينا لما نكلم عن الأوين ونكلم عن المرأة، يعني نكلم عن النصف الشعب التشادي، وما ممكن نصل على التنمية بدون يعني نصف عن الشعب ده. ما ممكن ما نوظفهم، ما نعلمهم، ما ندرسهم تمام، ما نخلوهم يشاركوا في التنمية عن البلد، ونقولوا يعني نقولوا بلدنا يمشي قدام، هذا ما ممكن. إذا يعني التشاد بصفة عامة تستفيد من هذا الأمر. أكيد التشاد بصفة عامة تستفيد من هذا الأمر. نرجع لك بعد قليل السيدة رحمة. شهدت مدينة بول حاضة إقليم البحيرة انطلاقة أعمال الورشة الإقليمية التابعة للخطة الوطنية للتنمية، والتي جاءت تحت عنوان رؤية تشاد 2030. الورشة افتتح أعمالها مندوب وزارة التخطيط والاقتصاد. تقرير أف للزميل عبد الرحمن آدم رحمن. على ضوء دراسات الخطة الوطنية للتنمية الأولى التي كانت في الفترة من العام 2003 حتى العام 2011، والثانية التي جاءت بعدها بآمين، أي من العام 2013 حتى العام 2015، وتلتها الرؤية المستقبلية من العام 2017 حتى العام 2021 التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، والتي جاءت بنتائج إيجابية أثلجت صدور كافة طبقات المجتمع التشادي من حيث تنفيذ المشاريع الإنمائية التي ستستفيد منها البلاد. وعليه فقد جاء تنظيم هذه الورشة الإقليمية حول الآفاق والرؤية المستقبلية للعام 2030 التي انبثقت فكرتها من الخطة الوطنية للعام 2021، ومن ثم فقد تداولت الكلمات خلال هذه الورشة، بدءا بكلمة أمدة مدينة بول الذي أشاد بمجيء الوفد ووصف مدى أهمية هذه الورشة الإنمائية. وبعدها فقد تم عرض لمحتويات عناصر الخطة الوطنية للتنمية وما ينجم عنها من آثار إيجابية، إضافة إلى الدور الريادي الذي سيستفيد منه إقليم البحيرة عبر الآراء والمقترحات التي قدمت أثناء هذه الورشة. رئيس البعثة آدم أوزي أثناء كلمته قال إن الورشة لا تعطي ثمارها إلا بالوصول نحو الأهداف المنشودة، والتي لا تأتي إلا من خلال وجهات النظر والرؤية الشاملة وما يحتاج إليه الإقليم من حيث نجاح عملية التنمية وفقا لما يحتاج إليه إقليم البحيرة. ممثل حاكم إقليم البحيرة شكر وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي على هذه الجهود التي بذلتها، كما قال بأن هذه الخطة تعتبر الركائز الأساسية لنجاح عملية الخطة الوطنية للتنمية،
وأكد بأن سكان إقليم البحيرة يسعون من أجل تقديم اللازم لنجاح هذه العملية، هذا وستواصل البعثة جولتها حتى إقليم كانم وبحر الغزال لانعقاد مثل هذه الورشة الإنمائية. ألقت شلينا الأمنية المشتركة بإقليم بركوة القبضة على مجموعة من المتسلين متجهين إلى ليبيا من بينهم أطفال. خليل حسن صالح. 95 متسلل من مختلف الأعمار في 3 سيارات من نوع هيليكس وشاهنة تحمل لوحة ليبية تم ضبطهم بمدينة فايا، ومعهم أسلحة نارية وجهاز من نوع سريا. كل هؤلاء المتسللون قدموا من إقليم والداي وجيرا متجهين إلى دولة ليبيا، حيث تمكنت اللجنة العسكرية المشتركة من إلقاء القبض عليهم في منطقة تبعد بحوالي 160 كيلومتر من مدينة فايا، وتم تقديمهم لحاكم إقليم بركو داود حمد بشير. العقيد روزي كوريمي رئيس اللجنة العسكرية المشتركة ببركو قال إنه لا يمكن لأي مجموعة التسلل عبر منطقة بركو، مشيرا إلى اليقظة والخبرة التي يتمتع بها الفريق الأمني بالمنطقة. حاكم إقليم بركو داود حمد بشير أشاد بهذه الخطوة، ونشير إلى أنه قد تم وضع لجنة لمعرفة المتسللين ذوي النوايا السيئة وإرسالهم إلى سجن كوروتورو، بينما الأطفال الأبرياء سيتم إرسالهم إلى ذويهم. شهدت مدينة مونغو حاضرة إقليم جيرا لقاء توعويا ضم المسؤولين في المنطقة بإداري البلدية. الهدف من اللقاء هو توعيتهم بأهمية التعايش السلمي. حسن جدا عمر. 3 نقاط أساسية تمت مناقشتها في هذا اللقاء الذي عقده محافظ مقاطعة جيرا عبد العزيز عبود، وهي الأمن والتعايش السلمي إلى جانب التضامن ما بين أبناء المنطقة. فأمام ممثلي جميع شرائح المجتمع بإقليم جيرا من المسؤولين الإداريين بالبلدية وممثلي الجمعيات المدنية والتجار وكذا التجمعات الشبابية والنسائية، بدأ هذا اللقاء التوعوي بكلمة ترحيب من قبل عمدة مدينة مونغو أبو جايسا خميس. عقب ذلك قدم المحافظ رسالة مفادها لم شمل أبناء جيرا من أجل التنمية. الحمين ده المجتمع عامة القائد برا في فريق الفي هلي الداخل هنا ده التعايش السلمي يا جماعة بيناتكم الميريدي ما هي النادي واحد. هذا اللقاء كان فرصة لبعض الحضور بالتداخل والتعقيب حول النقاط 3، حيث ذهب بعضهم بالقول إن جهود المواطنين لوحدها لا تساعد في تنمية المنطقة، مطالبين الدعم اللازم من المسؤولين الإداريين والتقليديين بالإقليم. بالعودة إلى ضيفة النشرة لهذه الأمسية رحمة محمد أمينة الخزينة بالمجلس الوطني لنساء الرائدات في تشاد، توقفنا عند مدى استفادة تشاد من هذا الأمر رقم 0012. سؤالنا التالي، هل هناك مثلا ضامن لتطبيق هذا الأمر؟ ما هو الضامن لتطبيق هذا الأمر؟ الضامن ولا الضمان لتطبيق هذا الأمر هو التشهدين كله. أنينا تشهدين كلنا لازم ننفذ هذا الأمر عشان هو بقى قانون. الرئيس الجمهوري إدريس ديب إتنو سول عليا، حاليا لازم أنينا نسول علينا ده كيف في الأسرة. كل مسؤول كل مجتمع لازم يعني نقوم ونسول علينا، مثلا يعني مسؤول وعينوه وفق القرار ولا يعرف القانون ده قاعد. ما ممكن في زول آخر يجي ويقول لي تطبيق القانون، يشيف المرأة الإنداء الكفاءة يعينها في المكان اللي تستحقه، ده يعني يقصنا علينا كلنا ومسؤوليتنا نحن التشهدين كلنا. هل النساء مثلا هن جاهزات لعملية التكافؤ؟ أكيد النساء جاهزات، لأن في الحمد لله في يعني نساء درسوا، في نساء قاعدين يخدموا، في نساء عندهم خبرة. لازم نقول أنا نقول عشان في هذا الأمر ده الشخص المناسب في المكان المناسب. في نساء بس خليه يعين النساء يعني المناسبة في المكان المناسب. كلام جميل. ده بس هو المهم. طيب رئيس الجمهورية وقع في هذا الأمر والآن أصبح يعني شيئا يعني كان في السابق خطة فكرة ثم خطة ثم واقعا ملموسا. هل الدولة أو الحكومة لها جانب تطبيق هذا الأمر، ولا أنت ذكرت بأن المسؤولية تقع على عاتق التشاديين ككل، لكن الدولة يعني الدولة يجب أن تكون هي المسؤولة وهي الضامنة لتطبيق هذا الأمر؟
أنينا كل مرة إذا في شيء نقول دولة دولة دولة. هي الأساس يا أستاذ خليل. الدولة دي يعني الدولة دياتو، الدولة أنت، الدولة أنا، الدولة التشادين كلهم. إذا كان في قرار نحن كلنا لازم نقوم ونشول مسؤوليتنا وننفذ هذا الأمر. طيب وده بس القرار في يدي صاحب القرار، المواطن العادي ما عنده قرار ما يقدر ينفذ. إذا الدولة لها مسؤولية تطبيق هذا الأمر. أكيد الدولة لها مسؤولية تطبيق القرار، بس الدولة كان قلنا دولة كبزة لازم نقول دولة دياتي. مثلا في الانتخابات ياتو إذا مش الأوين يعني يترشوا ده، ياتو مثلا الناس القاعدين ينتخبوا الأوين، أكيد الشعب والشعب ده فيهم نساء، فيهم نساء رفيات وفيهم نساء قاعدين يقدموا ولا كيف؟ وفيهم يعني شعب عادين الانتخابات مثلا ما في إيدنا إحنا. نعم أنينا نختاروا ياتو أن يدوروا ولا ياتو يدوروا نعينوا، ده مسؤوليتنا إحنا. وبعدين كمان في الوظيفة الدولة ده شنو؟ الدولة صحيح في وزير، لكن الدولة في ديريكتور، الدولة في شيف دي سيرفيس، الدولة في شركات. فهو قالوا تساوي، لازم كل واحد الألية ده يقوم ويسي مسؤوليته عشان يطبق هذا القرار ده. طيب كلامي، هناك في مجتمع جمعيات نسائية، في يعني دور جمعيات المجتمع المدني، وهناك نساء أيضا لهن يعني نضال طويل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف أو أهداف هذا الأمر. يعني ما هي ما هو الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات للوصول إلى أهداف هذا الأمر؟ دور اللي يقول جمعيات ده دور كبير، عملوا ناضلوا وجاهدوا عشان ده كناف. من يوم سمينا بالأمر ده مباكرته سوينا يعني نقول شنو حفلة كبير، تموا النساء كتار ما شاء الله في بيت المرأة، ورعصت يوم هذا اليوم المرأة الأولى. وعشان شنو سوينا اليوم ده؟ قلنا قبل كل شيء نفره عشان القرار ده، لين احنا النساء تشاديات نسموه ريفوليسيون، وده يخليني نفكر المناضل الكبير بسموه مارتين لوثر كينغ. قال I have a dream. ما نعرف كان سميته بالإنجليزي. أنا مارتين لوثر كينغ. قال I have a dream that one day my four little children will live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by their character. أنينا النساء التشاديات الحمد لله اليوم جينا في وقت يعينونا بس كمواطنات تشاديات، ما خلاص انت عشان مرة يظلموك ولا عشان مرة يقول انت ما عندك كفاءات ولا عشان مرة انت ما عندك مؤهلات، انت مرة وقرار تشادية زيك وزي الرجل كان خدمتي وتستاهلي يقطوك في المكان اللي تستاهلي. والمرأة الأولى في هذا اليوم ده قالت الكفاءة والقرار ده ما يكون سلم اجتماعي أسانسور سوسيال، ما خلاص نقوم وخلاص نقول أوين وعينون وعلى كيفنا نقوم، لا لا، يدور عمل، يدور علم، يدور خدمة. القاعدين يعينون والمعفين يعلمون، وده يخلينا نرجع لتعليم البنات. نقول تعليم البنات هو مهم. طيب بالإضافة لكل ما ذكرتيه واستشهدتي بلونثر وآخرين، يعني الآن تحدثي عن الدولة، تحدثي عن المعنيين بتطبيق هذا الأمر، الرجل التشادي البسيط الذي له زوجة متعلمة، له زوجة مثقفة في البيت، يعني ما هو دوره الذي من الممكن أن يقوم به لمساعدة الزوجة للوصول إلى هذه الأهداف؟ لأننا في تشاد لنا إرث اجتماعي، لنا عاداتنا، لنا تقاليدنا الخاصة. أنتن كنساء في الكوناف أو في مجلس الرائدات، هل يعني تعتقدين اعتقاد جازم بأن الرجل التشادي يمكنه أن يساعد المرأة للوصول إلى أهدافها؟ شكرا. الحمد لله عندي فرصة عشان ده مهم. إحنا النساء ما ممكن نقوله نقدر ننفذ هذا القرار أننا نساء وعدنا. القرار ده يخص التشاهدين كلهم، رجال، رجل كمرأة، لأن الرجل ده زوج، الرجل ده أخ، الرجل ده أب، طيب الرجل ده ابن المرأة. كل عندنا علاقة قوية بين المرأة والرجل، والرجل كمان هو وزير، الرجل هو مدير، الرجل هو الدولة، المرأة كمان هي الدولة. عشان ده القرار ده ما ضد الرجل، ما نقول الرجال كسوة أنينا نقود أوين أنينا جينا، لا لا لا، ولا نقول نصادر مع الرجال، لا لا، نقول يد بيد أنينا كمان جزء من هذا البلد، أنينا نصف هذا البلد،
خلينا نقوم سوا ونخدمه ونمشي قدام. وتطبيق هذا القرار ده ندور مساعدة الرجال. الرجال كمان ساعدونا، ما ممكن نطبق هذا القرار. كان وزير قال أنا وزير وما نعين نساء يقدر يعني أشياء يسوي، ما يعين نساء. ندور منه مساعدة، ندور يقوفوا معنا، ندور يقوفوا مع البلد. شكرا للسيدة رحمة محمد أمينة الخزينة بمجلس الوطن للنساء الرائدات في جاد لإتاحة هذه الفرصة وللرد على أسئلتنا. يواصل سلطان باقرمي حملته التوعوية داخل المدن والقرى والبلدات التابعة لسلطته التقليدية، حيث يقدم لهم رسالته المتعلقة بالجمهورية الرابعة. الحسين نور يوسف. لم تختصر الجولة التوعوية التي يقوم بها سلطان باقرمي بن آجي ولي محمد في بعض القرى دون سواها، بل إنه وقف في جميع المناطق التابعة لإقليم شارع باقرمي. ومن أجل أن تكون الرسالة واضحة ويفهمها الجميع، دعا السلطان جميع الشيوخ التقليديين بالإقليم إلى ضرورة المساهمة في تعزيز التعايش السلمي بين أبناء المجتمع. ولهذا الغرض وصل السلطان بن آجي ولي محمد إلى مقاطعة بوغمورو، والتقى فيها الشيوخ التقليديين وشرح لهم برنامج رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ظل الجمهورية الرابعة، والذي جعل الثقة في سلطة الشيوخ التقليديين وعزز فيها مكانتهم. رئيس قال شنو هنا لك قدام الراجل يتبع له بلامة حقه، البلامة يتبع له قانتو حقه، القانتو يتبع له سلطان، السلطان يتبع له حكومة. الفوضى ده الدزاز ده هنا ما في فوضى، ما في بس يريد فلان قبيلة حق مجلة، فلان هو حوان، فلان ده ما بلده، فلان ده من منطقة حقه. هنا اللي قدام ده تشاهد ده عند حرية يعيش في كات كفة. الزعماء التقليديين بتلك المنطقة أكدوا جاهزيتهم للتعاون والعمل مع السلطات الإدارية بالإقليم من أجل تعزيز السلام والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع. قدمت مؤسسة القلب الكبير مؤنة غذائية لصالح تلاميذ مدرسة الفردوس ومركز رضوان بمركز إداري كندول الواقع جنوب العاصمة اليمنية. جاء ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. تفاصيل أوفى مع جدة حسين عمر. شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والبذل والعطاء، شهر يتسابق فيه الأثرياء والمحسنين وأصحاب النوايا الحسنة لتقديم يد العون للشرائح الضعيفة في المجتمع. لذا فإن مؤسسة القلب الكبير شرعت في تنفيذ وتقديم الخدمات الإنسانية لصالح المحتاجين والعجزة، وذلك عبر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث وزعت هذه المؤن الغذائية لصالح مدرسة الفردوس لأمهات الأيتام الكائن بحي أم رقيبة ومركز الرضوان لتحفيظ القرآن الكريم الكائن بحي دقيل زعفايا وسكان حي مشتور الكائن بقرية كندل. وفي هذا الشأن تحدث ممثل كل جهة على حدة، مقدمين الشكر لرئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو على دعمها المتواصل لتقديم يد العون إلى الشرائح المحتاجة من المجتمع. شكرها ألف الشكر. اليوم دعنا مبسوطين مرة وايد، أبهات وأمهات وأولاد والصغار والكبار كلك اليوم دعنا مبسوطين، إن شاء الله نفطر تمام مرة وايد. المستفيدين من هذه المعونات معبرين عن فرحتهم لسيدة البلاد الأولى على الكرم اللامحدود. أمنا وأخذنا الهند ديبي إتنو المؤسسة أنا قلب الكبير، جاب لنا مساعدة ده وكل نشوفه هسه كده الحمد لله. هسه كده ده الإفطار الله فرد لنا إن شاء الله، وهي السبب شكرنا كثير. أمنا هند جاب لنا مساعدة في لنا، الله يطول عمره كثير. أما ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أحمد خليل قال بأن مؤسسة القلب الكبير وعلى رأسها سيدة البلاد الأولى تهدف إلى الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع وتعينهم متى ما دعت الضرورة. هذا ونشير إلى أن مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير تدخل في التنمية الاجتماعية والتكافل وغرس روح الحنان لدى المجتمعات. التقرير للزميلة روضة صالح. قامت منظمة النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب بتقديم مساعدات إنسانية لصالح 400 امرأة. عبد الله هارون. نفذت منظمة النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب عملية تقديم سلات رمضانية لصالح عدد من النسوة
وذلك عبر سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد. وتأتي هذه المساعدات الخيرية تضامنا مع الضعفاء والمساكين خلال شهر رمضان المبارك. وقد أبرز رئيسة المنظمة الخيرية عن خالص شكرها إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها الدائم بجانب الضعفاء والمساكين. ونشكر السفير الفيتشات ساعدنا كثير. جابوا لنا ده مثل عنده رز، عنده سكر، عنده الدهن، عنده مكرونة. يعني شكرا لإنسان ساعدك ده، نشكرهم جدا. يذكر أن سفارة الإمارات العربية المتحدة فقد نفذت حتى الآن العديد من المشاريع الخيرية لصالح مجموعة كبيرة من الضعفاء والمساكين والعجزة خصوصا في هذا الشهر الفضيل. شهد الجامعة هيك تشاد عقد ندوة علمية حول معرفة المواطنة والمصطلحات الدستورية لجمهوريته الرابعة. آدم حنفي فاضل. فهم المواطنة ومصطلحات الدستور الجديد للجمهورية الرابعة هو عنوان المؤتمر النقاشي الذي نظمته جامعة هيك تشاد، وذلك بهدف شرح وتفصيل ما تم اعتماده في الدستور الجديد لهؤلاء الطلاب، حيث تناول المؤتمر سنوسي حسن عبد الله عدة محاور يبرز فيها أهداف الدستور الجديد، متطرقا إلى تعريف معنى الجمهورية الرابعة. وقال إن بلادنا تشاد قد شهدت أول جمهورية في مطلع عام 1962، والجمهورية الثانية في عام 1989، والثالثة في عام 1996، أما الرابعة التي يعيشها الدهر الآن قد تم اعتمادها من قبل البرلمان التشادي، وذلك في الرابع من شهر مايو لعام 2018. دستور لم يهمل صغيرة ولا كبيرة فيما يتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة. هذا فإن المؤتمر قد أداره عدة شخصيات لها دراية تامة بعلم القانون الدستوري، كما أنها شاركت في الملتقى الوطني الشامل. جامعة هيك تشاد وعلى لسان رئيسها الدكتور علي عبد الرحمن حجار قد أوضح في حديثه عما يهدف إليه هذا المؤتمر. والله المؤتمر يعني حول الدستور والمواطنة، وكما تعرف يعني الشباب، شباب تشاد من 20 ل 30 سنة هم السكان تشاد في الزمن الجاي، وكان فهموا الدستور وكان فهموا المواطنة، فتعايشهم بيكون تعايش جيد والحياة بتكون طيبة عند الناس. المسؤوليات جديدة في الدستور الجديد، والمسؤوليات ده كمان نفهمها بالذات في مجال القانون والتاريخ، تطبيق القانون ما بيكون صحيح. رسالة هذا المؤتمر تعني الشباب جميعا والمثقفين على وجه خاص، كما تدخل الطلاب أنفسهم بعدة أسئلة وأجاب عليها المؤتمرين بكل شفافية ووضوح. ويشار إلى أن جامعة هيك تشاد أنها سبقت المؤسسات التعليمية، وذلك بإقامة ندوات علمية أسبوعية وشهرية لطلابها. أقامت جمعية أهداف للتنمية المستدامة مؤتمر نقاش لصالح الشباب، وذلك من أجل تشجيعهم للمشاركة في التنمية المستدامة. خليل حسن صالح. تنظيم الدورات والندوات حول ازدهار المنطقة والتنمية المستدامة لصالح الشباب وتنويرهم للانخراط في العمل ومساعدة الحكومة من خلال إبراز المواهب وتقديم ما يمتلكه الشباب من طاقات إبداعية وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطنين، وما دأبت على تنظيمه جمعية أهداف التنمية المستدامة منذ العام 2017. ومواصلة لهذه النشاطات جاء تنظيم هذا المؤتمر النقاشي الذي قدمه الدكتور دانيال بيتكوم والمنسق الوطني لأهداف التنمية المستدامة في تشاد ريماجيباي ناجي نانغار، اللذين تحدثا عن أهمية مساهمات الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تشمل في طياتها محاربة الفقر والعطالة وحماية البيئة والتعايش السلمي. واعتبر المؤتمرون أن الشباب هم القوة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كافة المجالات التنموية، وعليه دعا المؤتمرون الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم للمشاركة في عملية بناء تشاد الحديثة، وذلك لا يأتي إلا بوجود شباب مخلص لوطنه أهمه الرقي وتقديم واجبه بأكمل وجه. لكم قراءة هذه الرسالة التي وصلت إلينا للتو من قبل رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إلى رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد بمناسبة اليوم الوطني لبلادكم الذي يصادف 28 مايو 2018. باسم شخصي وباسم الحكومة وباسم الشعب التشادي نقدم إليكم وللشعب الأثيوبي تهانينا بمناسبة العيد الوطني لبلادكم.
أخي تقبلوا تهاني حكومة الحكومة التشادية والشعب التشادي. التوقيع إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة. تزامنا مع اليوم العالمي للأم بادرت الجمعية النسوية ضد العنصرية من أصول الثراء بتكريم عدد من النسوة اللائي لعبنا دورا محوريا في مختلف المجالات. عباس أبو بكر مصطفى. تقديرا بدور الأمهات ومكانتهن وخاصة اللائي قدمنا الإنجازات والخدمات للبلاد، فقد قمنا أعضاء الجمعية النسوية ضد العنصرية والأجناس المختلطة من أصول سارة لمحاربة التمييز في البلاد بتقديم شهادات شكر وعرفان لثلاث نساء عملن الكثير في سبيل الوطن. وتقديم الشهادات يتزامن مع اليوم العالمي للأمهات. أما هن كل كن يدورو لهم كلنا نقول نفس الواحد لأنه خرجوا لنا يوصونا. أما هن ما يخلونا ساكت السفر ما ده هنا ناس لما هن السنة جينا لهم ده زاكا هو مش إنه خدم كتير وليه البلد كل خدم كتير لا وإنه لهم خليه إنه نشوفهم عشان هتونا هنا كل كونسي شنو الدور نخرجوا. وعقب تسليمهن الشهادات فقد عبرت كل واحدة على هدى عن رضائهن بمبادرة أعضاء الجمعية، مؤكدين في الوقت نفسه بأن هذا يدخل روح التآلف والمحبة بينهن لأجل تعزيز مبدأ التعايش السلمي. أبانا كل خدمة لتشا ده عليهم أنا يلات شلنا بلاس أنا أبانا قلنا مرسي الله وفيد دي مير أنا كل جينا إدوكاسوا جلد وخدمنا لتشا. إن اليوم العالمي للأمهات يحتفل به في كل آخر يوم الأحد من شهر مايو على مستوى العالم. وفقا الغوص المسيحية التي يقوم بها بعض المسيحيين، شهد اليوم نهر شاري نشاطا دينيا يعرف بصكوك الغفران. آدم حنفي فاضل. إن هذه العملية يعبر عنها في صكوك الغفران للكنيسة البروتستانتية هي المرة الثانية لهذا العام والتي يعتقد فيها الكثير بأن يغفر له الرب، حيث تحدث الأسقف داكزينا نينكانور في هذه الوقفة البحرية الدينية أوصى فيها أتباع المسيح بأن يتمسكوا بنهج المسيح، وأكد أن من يحب المسيح يجب أن ينسى نفسه أولا ويحمل معه الصليب، علما بأن هذه الوقفة ستؤثر برجوع الخادئ لمبادئ الكنيسة إلى أفضل حال كما يعتقدونه، فقبل وقوع الفرد على النهر فيندم لما فعله من تصرفات خاطئة مضض ويسعى إلى تحسين الحال. ويشار إلى أن هذه الطريقة تعملها الكنيسة البروتستانتية في العام مرتان بمشاركة جميع الكنائس الفرعية للكنيسة البروتستانتية في البلاد. ونبقى في نشاطات الإخوة المسيحيين، حيث احتفل مساء أمس الكنيسة الإنجيلية بالدائرة السادسة بعيد الأم الذي يحتفل به سنويا. محمود مسفي. هكذا احتفلنا نساء كنيسة الأمم الإنجيلية بعيد الأم الذي يحتفل به كل عام. احتفلنا كغيرهن من نساء دول العالم بهذه الذكرى التاريخية، وذلك تقديرا وتكريما للأمهات اللائي لهن دور فعال في تربية النشء والتكوين الأسري. وبهذه المناسبة فقد تداخل كل من الأسقف إمبتي سيرش أوليفيه والسيدة إمبتي ناتالين اللذان قدما للمحتفلات شرحا مفصلا عن مكانة المرأة في المجتمع وما تقوم به من أدوار جمة تجاه الأبناء منذ فترة الحمل وحتى الولادة وما بعدها، كما أشار في حديثهما إلى دور الأمهات في بناء العلاقات الحميدة بين الأبناء فضلا عن معاناتهن المختلفة. لي أنا دعلم دا حلو لي مرة واي أنا ننلومك لأوين لأمادنا دول أمادنا دول دا نشكرهم شان أمادنا خدم. أنا فرحانة ويالي جابولي كادو ويا تو باستر هنا انفيتي وأنا فريمان فرحانة. هذا كما شهد الاحتفال العديد من الترانيم الإنجليزية التي تعبر عن حنان الأمهات للأبناء. كما شهد الاحتفال أيضا مسرحية تحكي عن التربية الجيدة للأطفال وتطبيعهم بطبع المجتمع المثالي. وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الأمهات من قبل أساقفة الكنيسة تقديرا وعرفانا لهن في جهودهن المختلفة تجاه المجتمع، وكذا إدخال الفرح والسرور في نفوسهن.
بهذا الخبر ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.